دكتور ايمن، نرجع لفريق التدخل السريع. الفريق ده اتعمل سنه كام؟ اكتوبر 2014. كان منوط بدور الرعايه الاجتماعيه، كان في البدايه الايتام، وده كان بعد التقييم اللي حصل لدور الايتام على مستوى الجمهوريه. الواقعة الشهيرة لو حضرتك فاكرها، اللي هو اللي كان في حد بيضرب الأطفال بشكل عنيف. صحيح. فمعالي الوزيرة قالت أنا عايز أعرف الدور الأيتام دي شغالة إزاي، فأنا محتاجة إن الدور دي تتقيم. بعد التقييم في نتائج ظهرت إن في بعض الملاحظات اللي هي لازم يتم التدخل معاها وبشكل فوري. فتم الفكرة إن يبقى في مجموعة شباب إن هم يقدروا يتحركوا بسرعة، ينزلوا الدور دي يعملوا التدخلات الفورية والسريعة، يحققوا الأمان، يخلوا أهم حاجة في الدار المصلحة الفضلى للطفل. فهي الفكرة جت كده، انتقلنا ليه بعديها دور المسنين. بعد ما الفكرة نجحت والفريق أثبت إن هو أداة فاعلة، عممنا الفكرة على المحافظات كلها، فبقى عندنا دلوقتي فرق محلية. الأستاذة نيرة اتكلمت إن بينزلوا المحافظات بالتنسيق مع الفرق المحلي، الفريق المحلي للتدخل السريع، على اساس ان هو لو في حد مشرد التدخل يبدا ينسق معاهم. الفريق بتاعنا من 2014 حتى مبادره فخامه الرئيس كان تعامل مع 1240 حاله، من ضمنهم 537 حاله مشرد. طبعا يوم الاربعاء كان فخامه الرئيس اصدر تعليماته ان الست اللي كان الحاجه صفيه اللي كانت قاعده في مكان يعني لا يليق بيها، فزمايلنا في وزاره الداخليه تعاملوا معاها، لان احنا البلاغ ما جالناش اصلا. فمن هنا جت معالي الوزيره قالت التدخل السريع مع اطفال بلا مأوى، التوجيهات معاليها ان احنا ننزل المبادره بتاعتنا اللي هي كان فخامه الرئيس قال حياه كريمه، فننزل احنا الاثنين الشارع على اساس ان احنا نحقق حياه كريمه زي ما حضرتك شفت في التقرير كده، سواء الناس اللي قاعده في الشارع من الكبار او من الاطفال، بحيث ان احنا ندخلهم دور رعايه. طبعا الاطفال احنا بنحاول زي ما الاستاذه اتكلمت ان احنا بنوصل لاهلهم او ان احنا نرجعهم. الناس الكبار استاذه نيره قالت ان بنحاول نبحث او هم ينشروا على صفحتهم او الوزاره تنشر على الصفحه الرسميه ان انا لقيت فلان ده وهو بيقول ان هو من المكان كذا. احيانا بنلاقي بعض الاستجابات وبييجوا يسالونا المكان ده فين او هو راح فين وبيرجع لاهله او ذويه. في حاله عدم ان هو رجع بيبقى موجود مكانه بيته هي الدار اللي بتكفلها ليه الدوله وتقديم له الرعايه الاجتماعيه.